هنتعلم طبعا في الفيديو ده طبعا ازاي تغيري اي حاجة بسيطة موجودة في بيتك لشيء تحفة زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. طبعا دي عبارة عن كوبايات شفافة من المطبخ عادي، لكن طبعا لما اتحطت عليها الرسمة طبعا غيرت شكلها زي ما انت شايفة دلوقتي، وبقت عن عبارة عن قطعة فنية. طبعا انت ممكن تختار الرسمة اللي انت عايزاها وممكن تنفذيها بالشكل اللي تحبيه. طبعا دلوقتي مدام دينا هترسم لنا رسمة جديدة، وده يعتبر أول درس بالنسبة لنا ازاي ترسم على حاجة بسيطة عندك وتحوليها لتحفة فنية زي اللي احنا شايفينها دلوقتي. يا ترى مدام دينا هترسم لنا ايه في الدرس الأول؟ هنرسم شكل الورد النهاردة أي واحدة في فيهم؟ الرسمة دي، طيب ممكن تنفذي لنا بقى ولو الرسمة من منها بدايتها نبدأ. ايه، وتعرفي ازاي أي واحدة في البيت ممكن تنفذ الرسمة دي في منتهى البساطة من غير تعقيد طبعا، وخطوات بسيطة جدا. ماشي، يلا بينا. هنمسك الكوباية كده الأول، دي عبارة عن كوباية شفافة في الأول. كوباية شفاف أهي، ما طيب يكونش عليها حاجة خالص. تمام، ماشي، نحط ايدينا كده من جوه ونبدأ نعمل نظام دايرة كده، نعمل لها كده الورق بتاعها. طب هو في البداية الرسم على الإزاز صعب أو أم سهل؟ سهلة جدا او كده. تمام، بعد كده نعمل الورق بتاعها، نعمل ليها فرع تاني، ورق تاني ليها، نعملها خط كده في النص. ماشي، ونعمل هنا برضو كده، سهلة خالص اهي. وبنعمل هنا كده، في ناس بتسيبها سادة وفي ناس بتلونها، انا هلونها لكم النار. وهنا كده بنعمل لها الفرع بتاعها كده، وبننزل هنا كده معايا، نعمل هنا برضو دايرة، هندخل وردة في وردة، ناخد الوردة دي بعد كده ناخدها كده بعد كده كده وبعد كده كده اهي، يعني هي كده عبارة عن اتنين داخلين في بعض. داخلين في بعض، بناخد الورقة دي في الورقة دي وبعد كده بنعملها كده او زي ما احنا شايفين. ماشي، بننزل هنا كده بالورقة بتاعتها وزي ما اتفقنا بنعملها الايه الورق كده. ماشي، نكمل برضو مع بعض، نيجي نجيب لها الورقة بتاعتها الباقية، ماشي، نكمل باقي الكوباية برضو كده. احنا خلصنا اول حتة في الكوباية، نكمل الباقي، نعمل برضو هنا وردة. ماشي اهو كده، ممكن نعمل كده برضو، نعملها كده دي سهلة برضو. وهنا كده هي بتاخد بس مجهود شوية بس سهلة خالص، ممكن يتعمل على برطمانات، على كاسات، كوبايات، فازات. زي ما احنا شايفينه
طب بتاخد عبارة عن الكوباية كلها من الجناب كلها، ولا انت بتاخدي جنب واحد بس؟ حسب، ممكن نعمل جنب ومن هنا نعمل زي خطوط، او ممكن نعملها كلها ورد زي ما احنا عايزين. طيب معايا ماشي. طب وريني اول جنب كده بس تعمليه وتلونيه، وبعد كده ممكن اي واحدة تشوفها عايزة تتنفس بعد كده ترسم على الجنب التاني من الكوباية، ماشي نكملها بس. عشان بس ما نطولش على الفيديو. ماشي اهو، نلونه مع بعض. ده طبعا زي ما انت شفت دلوقتي احنا خدنا جنب واحد بس من الكوباية اللي عملتها المدام دينا، لكن لو انت عجبتك الرسم ممكن تغير تعملي نفس الجنب التاني زيها، لكن احنا حبينا طبعا نختصر في الفيديو عشان ما بقاش بس مدة الفيديو طويلة، فاحنا عملنا بس جنب واحد، وممكن تنفذي على الجنب التاني لو عايز. هنا انا حطيت لون اصفر في النص، هنا برضو لون اصفر، طبعا اللي هو بيرسم ممكن يحط اي لون عادي زي ما هو يريحه، اهم حاجة بس لون في النص يبين الوردة، لون يكون واضح قوي يعني. ماشي، هنعمل هنا لون احمر، بنحدد بس الايه الوردة، بنحددها بس عشان الاسود معانا ما يد ايه. ممكن اي لون بقى عايزينه، مش شرط احمر برضه. ممكن هو دايما من الالوان المعروفه طبعا الاسود في الاحمر طبعا بيبقى شكله افضل. بيبقى شكله احلى طبعا. اه الوانات الورد ياما برضه. ممكن نعمل موف، ممكن نعمل احمر، نعمل بامبي، بس اللون ايه بياخد وقت في التلوين لانك انت بتحدد اللون. اهو زي ما احنا شايفين كده، اهو كده انا خلصت اللون الاحمر. ايه رأيكم؟ شكلها جميلة جدا. نعمل لون معاها تاني. طب بالنسبة للرسمة التانية بتبقى نفس الألوان ولا بتغيريها بلون تاني؟ طبعا انت حاطة وردتين في شكل وردتين داخل بعض، الوردة التانية هيبقى نفس اللون ولا؟ لا هندخل لون تاني زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجه بس ما نملاش الفرشه جامد عشان ايه ما توسخ لناش الرسمه. بس ممكن نلون الورق اخضر، بس هي كده شكلها اشيك، مبينه له ايه الورده اكتر. طبعا زي ما شفت دلوقتي طبعا الشكل اتغير تماما، عبارة الاول كانت عن كوبايه شفافه، لكن طبعا بعد ما اتحطت ليها الرسم طبعا بقى شكلها تحفه، وممكن تنفذي طبعا الرسمه زي ما انت عايزه على اي حاجه بسيطه عندك.
طبعا الاشكال التانية اللي احنا هنشوفها دلوقتي يعني زي المدام دي اللي نفذتهم زي الرسمة دي والرسمة التانية، بس التانية طبعا ما كانش فيها الوان، لكن احنا حبينا تجربة بس في الاول ان احنا نشوف رسمة من بدايتها هتكون ازاي وشكل الحاجة اللي بعد ما بترسم بيكون شكلها ازاي. طبعا الرسومات سهلة، في بالالوان اهي، وفي اهي الساده برضه، يعني دي يعني احنا خدنا الجنب اللي هو بالالوان اللي لونته المدام دينا اللي احنا شايفينه دلوقتي، والجنب التاني طبعا هي يعني هي رسمت بس ملونش، طبعا ممكن تتلوني زي ما انت عايزه بالالوان اللي انت عايزاها. بس في سؤال يا مدام دينا، هل الالوان دي بتروح؟ لا ما بتروحش. يعني بتفضل ثابته حتى بعد ما بتتغسل او بيجي عليها ميه بتفضل ثابته زي ما هي؟ ايوه بتبقى صح. اظن كده بقت الموضوع سهل بالنسبه لك وممكن تحولي اي حاجه بسيطه لتحفه فنيه عندك. طبعا في الفيديوهات الجديده طبعا هنقدم اشكال تانية برسومات تانية وتختار الرسمه اللي انت عايزاها.